قال الجيش الباكستاني انه دمر ثلاثه قواعد للمسلحين وقتل اربعه منهم في المنطقه الحدوديه مع افغانستان واضاف الجيش الباكستاني انه اعتقل عددا من المسلحين الاسلاميين في منطقه خيبر صباح اليوم ياتي هذا بعد ان فجر انتحاري نفسه وقتل ما لا يقل عن تسعه عشر جنديا من حرس الحدود في نفس المنطقه